بالعلم ننهض وبالأخلاق نسمو، شعار المدرسة الثانوية العسكرية التي تأسست بتاريخ 2/9/2018، وذلك لإرفاد القوات المسلحة القطرية بطلبة متخصصين بعلوم الطيران وعلوم البحار. التجأنا ان احنا نتجه الى التخصص من سن مبكر شوية من الثانوية، وهي الطريقة الوحيدة للنجاح. التخصص هي الطريقة الوحيدة للنجاح، فاحنا نبتدي نستلم الطالب من اول ثانوي، نركز عليه في الرياضيات والعلوم والانجليزي. من بعدها في ثاني ثانوي نخصصه يا انه يكون طيارة او كابتن بحرية. فلو قلنا انه هو اتجه الى تخصص الطيران، فاذا راح يدرس الطيران من ثاني ثانوي، يعني راح يدرس سنة أولى كلية عسكرية، وثالث ثانوي سنة ثانية كلية عسكرية، يتخرج من عندنا يروح على سنة ثالثة كلية عسكرية، ويعني في عمر 20 يكون ضابط وخلص يعني مرحلة التدريب. إعداد جيل من الطلاب المؤهلين من خلال منهج أكاديمي تربوي وقيادي من مهام المدرسة الثانوية العسكرية. فلازم يكون الطالب قطري يعني أساس إنه يكون ضابط في القوات المسلحة، يعني فبيكون هو يعني إنسان يعني بتكون عنده يعني مسؤولية وقيادة، فلازم يكون يعني قطري. هذا أخذت من الشعب بيت من نفسي من روحي تفدد البلاد، من أحب البلد عشان كده دخلت البلاد تعلم العسكرية، ومنها إذا تخرج من الثانوي بإذن الله أدخل الخدمة الوطنية وكذا. حاب العسكرية؟ والله حابها. إن شاء الله حاب العسكرية. إذا تدري هذه الدراسة بيكون صعبة ولا سهلة؟ لا أكيد صعبة. ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة. ما شاء الله عليك. من أهداف المدرسة تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، بناء قاعدة نوعية من الطلاب المؤهلين بالعلم والمهارات، غرس المفاهيم التعليمية والتربوية والقابلية على التفاعل بالمجتمع والتمتع بالقدرة على الابتكار، تطوير المهارات البدنية والذهنية للطلاب، تنمية الوعي العسكري وروح الانضباط، تنمية روح التضحية والإيثار والشجاعة. الطالب يطلع من المدرسة مرشح ضابط، طبعا يكون عنده ثانوية البريطانية، هذه تأهله أنه يطلع يدخل إلى أي مدرسة عادية، يدرس أي مقررات عادية في أي تخصص، ما عدا تقريبا تخصص الطب بيحتاج أنه يدرس بيولوجي وكيمياء. يمكن هذه أساس المدرسة العسكرية، هذه أساس فكرته، أن الطالب أيضا يدرس في نظام داخلي، بالنظام الداخلي ياخذ في بعد الفترة المسائية بعد الساعة 3:30 أنشطة مثل السباحة وكرة القدم والباسكتبول. أيضا ياخذ الطالب الديبيتينج، نعطي نموذج الأمم المتحدة، نعطي أيضا مبارزة وركوب الخيل، يعني هذه هي الأنشطة اللي يقوم بها الطالب. شروط القبول في هذه المدرسة أن يكون قطري الجنسية، أن لا يزيد عمر الطالب عن 16 سنة عند التسجيل، تقبل المدرسة طلاب الصف العاشر فقط، اجتياز الاختبارات الأكاديمية، اجتياز الفحص الطبي، واجتياز المقابلة الشخصية. مرحبا والله اللي خلاني أجي اليوم المدرسة العسكرية، هذا جيل تدريب، جيل قادم لخدمة هذا الوطن، ونتمنى إن شاء الله إنهم إن شاء الله يشدن حيلهم، والله يوفقنا وياهم وكل المصاب واحد لهذا الوطن. نشكرهم ونشكرك أنت أساسا يا أخي حسن. تم الاتفاق مع التوجيه المعنوي في معسكر مقدام لتقديم ندوات دينية ونشاطات ومسابقات ترفيهية للطلبة بعد ساعات الدوام الرسمي، وتوعية الطلبة وتثقيفهم في كيفية التعامل مع الحياة اليومية، بالإضافة إلى المحاضرات الدينية الأسبوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء جينا اليوم لما سمعنا من جودة المدرسة هذه والمنهج البريطاني اللي يقدم فيها، وإن شاء الله المستقبل المبهر حق أبنائنا فيها بعد ذلك إن شاء الله. بإذن الله. شو اللي خلاك تيجي اليوم؟ والله اللي خلاني أجي اليوم إن سمعت وايد الناس يمدحون المدرسة، و يعني أنا أحب الشيء اللي الناس وايد يمدحونه والناس اللي أكثر يعني
توجهون حق الشيء احب امشي معهم. بس مدرسة صعبة قالوا. عادي صعبة بس ان شاء الله الله يوفقني ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. مسوي شروطي في السيستم اليوم قريب. وفي اللقاء التعريفي الذي تم صباح اليوم في المدرسة الثانوية العسكرية تعرف أولياء الأمور على الأهداف العامة للمدرسة بالإضافة إلى شروط القبول والبرنامج الأكاديمي والبرامج الثقافية والتوعوية، هذا بالإضافة إلى مستقبل هذه الشهادة. هل بعد السؤال الثاني هل الأول يسكن مع الثالث ولا كل مرحلة روحهم الفصل هذا الشكل؟ هم طبعاً برنامجهم الأكاديمي مكثف وصعب جداً وباللغة الإنجليزية، هم يأخذون الثانوية البريطانية، فالجانب العسكري يأخذون نعلمهم ضبط الربط، الاعتماد على النفس، ويعني قيمة الوقت، أنهم يعني يعرفون قيمة الوقت، وبالتدريج يأخذون الأمور العسكرية على شوي شوي. وإذا خفت خف المستوى الأكاديمي بعد ما يوصلوا مستوى معين أفضل يعني، فنزيد عليهم الجرعة بالنسبة للأمور العسكرية. المدرسة تتبع المنهج العسكري الأكاديمي المعتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي، وستكون الدراسة بالمجان بنظام المدارس الداخلية، وسيقبل خريجوها تلقائيا في الكليات العسكرية المختلفة. يعني لا يخفى عليك أن الآن شوية التكنولوجيا أخذت عقولنا وعقول عيالنا، فهنا يعني ممنوع الهواتف الذكية عند التلفون اللي هو يسمونه بوليت، التلفون العادي اللي ما فيه اي شيء، على اساس انه يتواصل يعني مع ولي امره، فيعني مكالماته واستخدامه للتلفون محدود الطالب، يعني كل همه متى بيجيني السايق ياخذني من البيت ولا واغراضي يبي لها تبديل ولا اللي هو يعني. فبالاضافه الى انه ما يشرب اي مشروبات غازيه، اكله كله صحي. انت تكلم اخوي حسن، احنا بدينا صار لنا 5 شهور الان، في ناس اللي خسروا بالعشرين بالخمسة وعشرين كيلو، وانا اتكلم عن طفل يعني طالع من 3 اعدادي. وحط في بالك ان يعني هذه مش كلية عسكرية فيها 50 يوم وفيها ضغط، وفي النهاية هي مدرسة. فيعني انت تتكلم عن انسان انا ما ضغطته الضغط البدني القوي على اساس ما عوره يعني، وقاعد يخسر لي بالعشرين بالخمسة وعشرين كيلو بس لانه غير منهج حياته. الطالب عندي ساكن في الدور الثالث على اساس يروح ينام يعني. فالحمد لله الناس تغيرت كثير، بالإضافة إلى أن الطلاب يتشاركون في المنامات. يعني أنا عندي نظام الجماعات، كل جماعة تنام مع بعض. يعني عندهم مشاكل في الوصف. إذن الهدف من إنشاء هذه المدرسة هو إعداد الطلاب علميا وعسكريا ومعنويا واجتماعيا، بحيث يكون لدينا قادة يحملون الولاء والوفاء لوطنهم متسلحون بالعلم والمعرفة.